السلام عليكم ورحمة الله، معكم سفيان الزريجي ابن مدينة مراكش المدينة الحمراء، بطل العالم في الطيب وكسين. وتشرفني أني من ساكنة سيدي يوسف بن علي. سيدي يوسف بن علي وأفتخر شارع الساقية. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المقاتل المغربي سفيان الزريدي يعتبر من المقاتلين المغاربة الذين رفعوا علم المغرب عاليا، سواء في المحافل الوطنية والدولية، فهو حاز على عدة ألقاب عالمية. وفيديو النزال الذي جمعه بخصمه البطل الجزائري المحترف بفرنسا حسن بنوي، والذي فاز عليه المغربي بالضربة القاضية منذ الجولة الأولى من النزال. وقبل مشاهدة النزال، فإذا كنت من عشاق الكيك بوكسين والرياضة القتالية، فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة. Et monsieur Sofiane
messieurs, s'il vous plaît, une minute d'attention. Ils ont toujours été là pour moi, je les remercie fortement. Albert Taya, Serge Hanoun, Jonathan Laroche, Hakim, Rachid.